نفتح مشاهدينا شباكنا الفني من متحف تايتا البريطاني ومعرض الانطباعيون في لندن، والذي يضم 100 عمل فني لرواد الحركة الفنية الانطباعية ككلود مونيه وبيسارو وغيرهما. نتابع. استعادة لجزء أصيل من ماضي الحركة الفنية الانطباعية، يستضيف متحف تايتا البريطاني معرضا بعنوان الانطباعيون في لندن. لطالما كان ترحيب باللاجئين السياسيين تقليدا متبعا في لندن، ولكن أعتقد أن اهتمام هؤلاء الفنانين بلندن كان بسبب أهميتها كسوق للفن. تيسو، بيسارو وموني كانوا يبحثون عن زبائن لأعمالهم الفنية في إنجلترا. أكثر من 100 عمل فني لموني وبيسارو وغيرهما من رواد الانطباعية ممن فروا من جحيم الحرب الفرنسية البروسية إلى صقيع الفن في بريطانيا. أصالة موني وبيسارو تمثلت في محاولتهم تصوير لندن تماما كما رأوها. على سبيل المثال، كان موني ينتقد تصوير الرسامين الفيكتوريين للندن، وكان يقول إنه من المستحيل أن تبدو المشاهد في الطبيعة كما صوروها بسبب الضباب، وكان يرى في ذلك نوعا من الكذب الفني. وهكذا نرى أنه في وقت مبكر من العام 1870 كان موني مهتما حقا بتمثيل الضباب، وهو أمر يصعب تكراره في الفن. المعرض الذي يستمر حتى مايو المقبل ينهض على الأعمال التي رسمها الفنانون المنفيون إلى بريطانيا ولم تحظى بمشاهدة تذكر من قبل الجمهور الإنجليزي. لقد حاول الانطباعيون أن يعرضوا أعمالهم في الأكاديمية الملكية للفنون، ولكنها رفضت. فقد شهدت بعض لوحاتهم في جاليري بول دوراند رويل، ولكنها لم تحظى بمشاهدة واسعة النطاق. لم يكن لديهم حقا فرصة لصدمة الجمهور الإنجليزي، لأنه لم تتم مشاهدة أعمالهم بالقدر الكافي. الانطباعيون في لندن مائدة استضافة جديدة تمدها العاصمة البريطانية لرواد المدرسة الانطباعية في الفن.